فكنحيي جريده انفاس اللي مره اخرى كتواكب معنا هاد التظاهرات اللي كيقوم بها الاخوه ديال قطب البريد الموزعين والمصالح الخلفيه ديال قطب البريد. كما سبق شرحنا عده مرات ان درنا واحد الرساله للاداره المركزيه باش تفتح معنا باب الحوار ودرنا وقفه احتجاجيه. الان كندعيو الى اضراب، لكن الاداره المركزيه لا زالت مستمره في التعنت ديالها، لا زالت كما كنقولوا ساده باب الحوار. حنا ما عندناش مشكل مع الاداره الجهويه اللي فتحت معنا باب الحوار، لكن المشكل اكبر من الاداره الجهويه، لان هذه المشاكل كما كانت خطب ديال صاحب الجلاله ديال والحكومه اللي كتدعو الى الجهويه، الى توسيع الجهويه والابتعاد عن التمركز، الا ان اداره بريد المغرب لا زالت تستمر في في المركزيه، يعني جميع القرارات تاتي من المركزيه. الا كانت خطب جلاله الملك والحكومه تدعي الى تجمع المؤسسات العموميه والى الشركاء الاجتماعيين، الى الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، الا ان مؤسسات بريد المغرب لا زالت ساده باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. جميع القرارات كتاخذهم بصفه موحده، بصفه وحدانيه، يعني بدون اشراك الشركاء الاجتماعيين. هنا النقطه التي افاضت الكاس هي النقص المهول في الموارد البشريه. النقص مهول كما قال الاخوان الممثلين ديال النقابات الاخرى، وحنا كممثلين الكونفدراليه الديمقراطيه الشور، ان كاين من بعض الموزعين اللي كيتسال 60 يوم 70 يوم يعني ديال ديال ديال, ديال العطل السنويه، والاداره المركزيه لا زالت مستمره في عدم توظيف الموزعين، بالعكس انها بدات كتنقل الموزعين من قطب البريد الى قطب الامانه الارساليات. حنا كندعيو الى اعاده تجميع هذه المؤسسات، الا كانت ان كما كيدعو وزير الاقتصاد والماليه تجميع بعض المؤسسات العموميه، حنا ندعو الى تجميع هذا القطب لانه كان مجموع، الا ان اداره بريد المغرب كتفتت هذا القطاع اصبح الى اقطاب. اذا كان عندهم شي مشكل حنا بغيناهم يعاودوا يجمعوا هذه الاقطاب، علاش غادي نبقاو شتين حنا هذه الاقطاب؟ اذا كان ان كثره المسؤولين وقله المستخدمين فهذا خطا استراتيجي، هذه رؤيه فاشله ديال المسؤولين داخل بريد المغرب. وكنقولوا للاخوان ان كان الزياده ديال الحكومه اللي ما استفدناش منها، كاين المنحه ديال كوفيد لان الموزعين اللي خدموا في ديك الظرفيه الصعبه، كاين الخصص كنقولوا ديال وسائل العمل، ظروف العمل، يعني كاين عده نقاط سلبيه داخل قطب البريد، الا ان المسؤولين ما زالوا سادين باب الحوار. حنا كنقولوا مستمرين في النضال الى حين تحقيق جميع المطالب، ولن نعود الا بتحقيق جميع المطالب ان شاء الله.